اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت وتيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. كلام طيب وكل عام وانت بخير انت والمشاهدين. هي دي اول حلقه اظن في رمضان مش كده؟ دي ان شاء الله اول حلقه في رمضان 2020 وانا متاكد انها هيبقى احلى رمضان 2020. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يخليك يا دكتور. دكتور محمد، حضرتك عارف رمضان نعم وبيبقى فيه افراط كتير جدا جدا في التعامل مع السكر في البيوت، على اساس ان يعني هو بيبقى مش بمعلقه، بيبقى بالكبشه تقريبا، سواء بقى حلويات او اكل. لا، وهم الطباع بتاعتنا بنحول الوجبات الى ولائم. ده حقيقي يعني، هو لو رمضان حضرتك هي هتبقى نفس الوجبات اللي بناكلها ايام الفطار الايام العاديه ما كانش هيبقى في مشكله. وبعدين زي ما احنا عارفين ان لو اتكلمنا على مرض في العالم او من الله سبحانه وتعالى خلق الخليقه، المرض الوحيد ان الاكل بيؤثر فيه بنسبه 30 او اكثر في المية في ظبطه او في التحكم فيه هو مرض السكر. تمام. يعني لو احنا جينا نتكلم مثلا على الضغط هيقول لك الملح فقط. صح. امراض اخرى كثيره ما لهاش علاقه بالاكل قوي، وحتى الاكل ممكن يكون كعامل يعني جانبي او هامشي، بينما مرض السكر الاكل قد يكون 50% من تظبيط العلاج مرتبط بيه، وقد يكون الاكل هو 100%. صح. طب يعني هل مريض السكر بيبقى واخد بقى اجازه، بقى مدي لنفسه اجازه في الشهر ده، ولا لا؟ ما هو لو ادى نفسه ولا ينتهزه فرصه. لا، ما احنا اتفقنا قبل كده الذي يحدد كميه الوجبات ونوعيتها كاكل يعني وزن جسم المريض. يعني السكر ملوش علاقه، يعني مثلا حضرتك واحد عنده سكر والسكر بتاعه 300 وهو طوله مثلا 170 سنتي، المفروض يكون وزنه 70 75، وزنه 50 كيلو، اقول له اعمل ريجيم؟ لا. ده الدكتور اللي يقول له كده يبقى للاسف الاساتذه بيقولوا كده كمان. ساعات يقول له امسك الاكل. امسك الاكل فين؟ ده الراجل عايزين يزوده 20 كيلو. هتقول له عاوز يزوده 20 كيلو ازاي وسكره عالي؟ اقول لك دي مشكلتي انا، امال انا بعمل ايه؟ صح. ما دي شغلتي. شغلتي ان انا احافظ له على وزن. يعني المفروض احنا دلوقتي مش بنتكلم على السكر اللي هو ضبط معدلات سكر في الدم، احنا بنتكلم على السكر انك تعيش حياه مناسبه ملائمه جميله لطيفه تتمتع بها. اتمتع بها شكلا ومضمونا، يعني شكلا شكلي يبقى كويس، وزني مظبوط، بشرتي جميله، قوامي مظبوط، شعري ممتاز، بادي يعني عاوز اقول كل العلامات الحيويه اللي في جسمي 100%، وظائف الفسيولوجيه 100%، من لو ست يبقى في حمل ان شاء الله وفي ولاده وفي رضاعه وما الى ذلك، كله يبقى طبيعي. لكن انا مش القضيه عندي دلوقتي ان انا يعني اتفضل ناخد اتصال يا دكتور. اتفضل يا فندم. استاذ محمود السلام عليكم. الو، السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب يا دكتور. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. حضرتك انا كلمتك الاسبوع اللي فات عشان بخس وانا عندي السكر، وقلت لي اعمل تحاليل وقول لي عليها. اتفضل. قول النتائج. طيب، سرعة الترسيب يا فندم 9 في الساعة الأولانية، 17 في الساعة الثانية. كمل، أنا بسمعك يا محمود. أستاذ محمود أنت فاتح التلفزيون؟ أقفله. طب لو سمحت اقفله بس عشان تعرف تسمع كويس. ماشي، شكرا. وبعدين سرعة الترسيب يا فندم 9 في الساعة الأولانية و17 في الساعة الثانية. قول على طول. والغدة الدرقية تمام، وصوره الدم الانيميا 12 ونص، والدم الابيض 12000. ماشي، اوكي. بس كده. انت وزنك كام بقى انت دلوقتي؟ وزني دلوقتي 100. انت بتقول ان وزنك ناقص ولا انا فهمت غلط؟ انا كنت 130 ووزني ما زال بينزل كل شهر، بينزل بينزل بينزل. لا، ما هو دلوقتي سكرك الصايم كام؟ سكر الصايم 130. وبعد الاكل بساعتين؟ يعني ما بتخطاش ال 150 155. بتشتغل ايه؟ تاجر. بتاجر. لا يعني بتروح وبتمشي وبتروح وبتيجي؟ مش كتير. لا، انا انت 30 كيلو خسرتهم في قد ايه؟ في سنه. عادي، مقبول،
طول ما سكرك مظبوط على من غير ما اكشف عليك. لكن طبعا احنا بنقول للساده المشاهدين برضو احنا عاوزين نديكم طبعا وصفات متكامله ولكنها منقوصه، مهما انا اعمل ايه لازم على الاقل هيبقى في حته يعني مظلمه لا اراها في المريض، جوانب مظلمه لا استطيع ان اتبينها الكشف بيكشف عنها وبيعملها. هو على المستوى اللي انت حضرتك قلته ده انا موافق، خليك على نفس العلاج ومش وحش قوي يعني كده كويس مش وحش خالص. تمام الف سلامه يا محمود. شكرا استاذ محمود شكرا. فالاكل كما وكيفا بيحدد وزن المريض. تمام بغض النظر هو عنده سكر ولا ما عندوش سكر. يعني مثلا مريض المفروض مثلا وزنه 90 كيلو والطبيعي المفروض يبقى 70، هنا هقول له اعمل ريجيم سواء عنده سكر او ما عندوش سكر لانه وزنه عالي. طيب وزنه ناقص والمفروض يزيد 10 15 كيلو برضه نفس القصه، هقول له المفروض انت تاكل عشان وزنك يزيد سواء عنده سكر او ما عندوش سكر. عندوش. سكر ما عندوش سكر، سكره عالي سكره واطي دي قضيه تانية. هي صحيح اما بيبقى الوزن ناقص والسكر عالي بيبقى فيه صعوبه شويه ان انا ارجع له وزنه، لان كون ان هو سكره عالي معناها في تاكل جوه جسمه، يعني في بيعمل نقص في الوزن، في يعني في يعني عاوز اقول ايه، السكر بينتج من تكسير المخزون اللي موجود في جسمه فبيخس. طب التكسير ده طالع من ايه ويعلي السكر جدا؟ ان الانسولين عاده ما بيكونش بيشتغل كويس، يا ما بيشتغلش كويس يا كميته صغيره يا اما الكميات اللي بتطلع من البنكرياس ما بتكونش طالعه مطابقه لما يحتاجه هو بالنسبه للاكل. فيبقى هنا حضرتك الـ 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 الخلل في التوازن ما بين الانسولين والاكل وما بين الكميات التي يفرزها البنكرياس من الانسولين والوقت التي يطلع من الانسولين. الموضوع معقد شويه لكن تمام. في النهايه هناك تضارب ما بين معدلات الانسولين كوظيفه مش ككميه، كعمل والمطلوب ان يعمله الجسم فيحصل يسلي، جسم المريض يسلي ليه بيصغر بيخس ويعلى سكره، ودي من العلامات اللي هي مش كويسه يعني من أسوأ الحاجات. بس طبعا كل حاجه لها عندنا حل بفضل الله. اكيد العكس صحيح، يعني ممكن تلاقي واحده او راجل او ست مليان وسكره عالي، ده هيكون الاساس في علاجه انقاص الوزن. طبعا. بس احنا عايزين نقول ان الوزن هنا في وزن حقيقي ووزن كاذب. انت حضرتك لما بتيجي توزن بني ادم بتوزنه بلحمه بشحمه بميته بعظمه، فهو ده كله. ناخد اتصال يا دكتور. اتفضل يا فندم. استاذ محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. كل عام وانتم بخير، وازاي دكتور؟ اهلا بك يا فندم. بالصحه والسلامه. الدكتور سامعك يا استاذ محمد اتفضل. انا عندي 65 سنه. نعم. وعندي سكر من 35 سنه وباخد له انسولين. فكنت باخد الاول معاه جلوكوفاج، لكن الدكتور بتاعي قال لي الكلى عندك بدات تتعب فوقف الجلوكوفاج وزود الانسولين شويه وقلل الاكل. ولكن الانسولين زاد قوي قوي قوي، السكر عالي قوي قوي قوي، بقى يوصل 500، بقى يوصل اوفر فوق ال 500 لدرجه ان الجهاز ما بيقدرش ينتقل ايه يجيب الرقم بتاعه. فدلوقتي بعاني منه جدا يعني، وبدا يعمل مضاعفات عندي على تورم القدمين والحاجات دي كلها. فتنصحني بيه يا دكتور؟ طيب الكلى الكرياتينين نسبته كام؟ تقريبا حوالي 60%. لا 60% دي يعني لا، الكرياتين له رقم عارفه؟ لا مش عارفه والله يا دكتور. امال ال 60% دي جبتها يعني قصدك 60 رقم 60؟ لا ما انا عارف، بس انا فاهم هي ايه الجي اف ار. يعني دي اسمها جي اف ار ال 60 دي اللي هي الطبيعي بتاعها من 100 ل 130؟ تقريبا يا دكتور. لا مفيش تقريبا في الطب، بس انا هبني عليها. التحاليل مش معايا دلوقتي يعني. طيب ممكن تتصل بيها الاسبوع الجاي او لو قدرت النهارده تجيبها وتقول لها، لان انا هبني عليها ممكن ما اضرك. تمام كده. تمام يا استاذ محمد، يا ريت تجيب لنا كل التقارير والروشتات وتبقى جاهز قبل الاتصال. شكرا. اتفضل. فحضرتك احنا قلنا الوزن اللي هو بيكون ناقص وسكره عالي انا هاكله وهظبط له السكر. طيب
ناخد اتصال تاني من المغرب. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورمضان مبارك على الشعب المصري. الله يبارك أهلاً فيك. اهلا وسهلا. واحيي الدكتور العزيز. الله يخليك. وانا اريد منه نصيحة من فضله ولو خارج الموضوع. انا عندي الم في القولون، عندي تقرح واصوم واحس بالالم، اريد منك نصيحة ما هي المأكولات التي اتجنبها. طيب ده اسمه ايه المرض؟ اسمه كورونج ديسيز ولا ألساتروف كرايتس ولا ايه؟ عندي نزيف معوي. طب يا حبيبي ما هو نزيف ده المفروض انك تفطر سيادتك. وانا اصوم واحس بالام وصيم. طب وليه لا ولماذا لا تفطر؟ قلت انا ندي الثواب والاجر. حاضر. الوزن حقك قد ايه؟ الوزن بتاعي 78. وطول حضرتك؟ الطول 1.80 متر. يعني انت تقريبا يعني معقول جدا، ما في سكر ولا في حاجه؟ لا الحمد لله، عندما يراني الاشخاص يقولوا انت بصحه جيده. انا فقط اريد نصيحه من فضلك. حاضر يا فندم، فضل من الله. حاضر، الف سلامه، كلام طيب. حاضر. دلوقتي ان شاء الله حضرتك تبتعد عن الالبان ومشتقات الالبان، فاحيانا دي بتهيج القولون، يعني تخلي بالك. مش عارف، انا قرايبنا في المغرب بياكلون زينا الزبادي والحاجات دي، اللي هو الزبادي واللبن وكده، الالبان اللي هو الحليب، يعني يقال عليه الحليب. نبعد عن كل المركبات دي. طبعا الحادق والحراق والمسبك دول بنبعد عنهم. الاكل اللي فيه يعني بذور زي الجوافه، زي حتى احيانا الحمضيات زي البرتقال نبعد عنها. لكن ناكل موز مفيش مشاكل، ناكل لحوم ان شاء الله ما فيش مشاكل، ناكل خضروات يعني مطبوخه كويس ما فيش مشاكل. تمام. ناخد اتصال تاني. استاذ محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا جماعه الباشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه يا استاذ محمد. اتفضل الدكتور سامي. عند المدام عندها سكر مزمن بتاخد انسولين. طيب. ورجلها مورمه وبدات تعمل جروح. رجليها مورمه الاثنين. الاثنين وفيها جروح، بين صوابعها كده في جروح. الصباعين، الصباع الصغير خالص. صغير خالص من في الرجل دي والرجل دي. وبين بقيه الصوابع نفسها. بين الصباعين بالذات الاخرانيين. فيهم جروح. نعم. اتفضل. لا فيهم حاجات بيضة كده، صح؟ بندي لها مطهر. حاضر. وبندي لها برضه مضاد حيوي من اللي هو البخ ده عليهم. أيوة. يعني علشان العمليه ما تزيدش. لا ده فطر مش مضاد حيوي، انا هقول لك دلوقتي. اتفضل كمل مع سيادتك. كمل يا استاذ محمد. ايوه يا باشا كمل. بندي لها الانسولين 30 و20. نعم. بس طبعا في رمضان بندي لها 30 المغرب بعد الفطار وخلاص. بس السكر برضو مش راضي يظبط. كام بيبقى قبل الفطار كام؟ 30. ما اثناش قبل الفطار في رمضان. طيب قبل السحور كام؟ قبل السحور مثلا 400 420 في الحدود دي. طيب الوزن كام؟ الوزن 120 زيادة يا مولانا. طب هنعمل ايه؟ بس في ورم في الرجلين خلي بالك. ما هي رجلين فيها ورم. وفي ورم في الوش، الوجه. وورم في الوش. يبقى الكلى ممكن تكون تعبانه شويه برضه. ما احنا بندينا علاج للكلى. ما هو يعني حاضر، بس انا عايز اقول لسيادتك حاجه، انت كده بتدي كميات انسولين اقل من الطبيعي، ولكن دعنا نقول ادام الوزن بقى 120 كيلو، شيل 10 كيلو يا سيدي ميه زياده. يبقى الوزن الحقيقي نقول 110. ماشي. بالتاكيد في 30 كيلو زياده. يبقى احنا هناكل الاكل اللي يا دوبك يكفينا. لو حضرتك ما تاكلش قد كده، ده انفطرت يا دوب فطار وغدا. ماليش دعوه، نسمع. هي بتصوم ولا بتصومش؟ لا بتصوم ومش ناقصه، مش راضيه تبط. لا 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 تصوم، ده المفروض ما تاكلش خالص. ما انا بقول لحضرتك هي لا فطار ولا سحور. فهو بص يا فندم، بص يا فندم، حضرتك هتاكل تلت اللي بتاكله او نص اللي بتاكله، انا مش عايز اعرف هو ايه. لو بتاكل ربع رغيف يبقى تمن رغيف. دي واحد. اتنين، ارجع للجرعة بتاعت العشرين اللي قبل السحور، وما اعتقدش دي هتكفي. مش هتكفي. يعني هديلها الجرعة اللي بعد السحور.
قبل السحور وقبل الفطور ان شاء الله. وما اعتقدش ان هجيب نتيجه قوي لان المعدلات عاليه قوي، وانا اخشى اديك كميات اكتر من كده على الهواء لا يحصل مضاعفات اكتر من كده. خلينا ونشوف الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب يعني لازم الظبطه في الاكل. ليه بقى؟ ماشي. لان العيانه وزنها زياده. صح. اتفضل. ناخد اتصال تاني. اتفضل على طول. استاذ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وانتم بخير يا دكتور. وانت طيب يا فندم. انت طيب. انا لو سمحت، انا دكتور عندي 64 سنه. 64 سنة. وعندي أنساك مزمنة بقالها 30 سنة. ما إيه؟ عنده إيه؟ عندك إيه مزمنة؟ أنساك مزمنة. أمساك. 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 أيوة دكتور. ورحت أطباء أيام وخدت علاج ما فيش فايدة. والبراز بتاع عيني يشف خالص. سنك كم؟ وعندي 64. وعندي البراز بتاع عيني يشف خالص. وعندي نسبة ديدان. عنده إيه؟ عندك إيه تاني؟ ديدان ديدان سكارس. اسكارس. ايوه يا دكتور. والامساك بقاله كام سنه؟ بقاله قريب على 30 سنه معايا. 30 سنه. 30 سنه. انت أيوة بتشتغل دكتور. ايه؟ بتشتغل ايه؟ لا والله انا كنت سواق ودلوقتي مريح يعني بيت. وزنك كم كيلو؟ وزني بتاع 82 كيلو كده. 82؟ طب حاضر. تمام. خلاص حاضر. هو الامساك المزمن ده تمام. شكرا يعني. شكرا استاذ عبد الله. احنا بنخاف من الامساك اللي هو جاله بقاله 6 شهور او كده، نحذر منه الناس، لان لو جه 6 شهور او سنه او 4 شهور وبيزيد شويه شويه وفي سن متقدم او صغير الحقيقه، بنخاف ليكون ده بدايه سرطانات القولون، نخاف بيها قوي. ولا سيما لو كان معاها انيميا، يعني انيميا زائد امساك بيستعصي يوم عن يوم في فترة وجيزة عدة أسابيع لعدة شهور، نخاف. لكن أنا 30 سنة إنساء. 30 سنة ده هو أعتقد عنده مشاكل في الجهاز العصبي المغذي للأمعاء. يعمل إيه ببساطة؟ أصل ده خد كل حاجة ممكن تتخيلها ولا تتخيلها. صح. 30 سنة يعني مر بكله. مر بكله. أنا شايف إن هو بالليل ياخد كوباية حليب لبن يعني باردة، ويجيب خيارتين ثلاثة كده ياكلهم، والحليب يكون بارد. ويجربها كده ان شاء الله، ممكن يحط معايا ترد لو قادر. تمام. ناخد اتصال اللي بعده. عاوز اتشاف، الموضوع بيبقى صعب شويه. حاجه زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاجه زينب. انا مريضه السكر وضغط، عندي 60 سنه، وعندي برضه امساك على طول كده، والسكر على طول عالي، وباخد دكرم. طيب مكرم. الصايم كام؟ السكر الصايم كام؟ النهارده حللت الصايم كان 350. والفاطر؟ ما حللتش فاطر، صايم. مالوش لازمه بقى. عالي قوي. يعني 400 زائد 700 مش فارق كتير. قالت وزنها كام؟ طب الوزن، الوزن كام؟ انت ماسك القلم شغال. الوزن، الوزن كام يا حاجه زينب؟ نعم؟ الوزن، الوزن. الوزن 58 كيلو. 58. لا كويس. يعني 58. وطولك بقى كام؟ رفيع قوي. طولي متر كام؟ متر و20 مش عارفه والله. متر و20 مين ده؟ متر و20 طول المكتب. قصيره خالص. لا قصيره بجد. متر و20؟ مفيش متر و20. متر و20 ده واحد في ثالثه رابعه ابتدائي. ممكن ما اكونش واخده بالك. انت مش واخده بالك حضرتك. ان شاء الله. ما واحده ست كبيره بقى ونايمه في السرير. ست كبيره ايه ده؟ بتقول كام سنه؟ كام سنه ست قلتي؟ وعندي امسك على طول. وعندي يا دكتور دلوقتي التوف الوتر بتاع رجلين. طيب الف سلامه. هو بس هقول لك بقى موضوع الدايماكرون. اسمعيني، دايماكرون ده وباخد برشام سيول عشان الدعام بتاع القلب. بتقول ايه؟ ايه في القلب؟ بتاخد ايه للقلب؟ الدعاء. بتاخد برشام سيول. ماشي ماشي خلاص ماشي. برشام سيول بلافكس ولا وضع. بص يا ست، انت بتاخدي كم حبايه دايماكرون في اليوم؟ باخد 2 قبل الفطار وواحدة في السحور. يعني 3 في اليوم دايماكرون؟ ما اعتقدش الحبوب هتجيب نتيجة مع حضرتك. يعني أنا على مستوى كنت باخد أنسولين، كنت باخد أنسولين، الدكتور منعني من الأنسولين، قال لي أنت ضعيفة جدا ومش هتستحمل. لا ده معلش، روح لحد متخصص. أنت متخصص والله اللي بروح له. طب ماليش دعوة بقى بغيري عشان ما نتكلمش. معلش، ما كل بقى واحد على قده. أنت حضرتك دلوقتي، أنا لو هشتغل معاك على مستوى التليفون اديك انسولين، واخد بالك ازاي؟ عشان يرفع يزود جسم وزنك شويه، ينزل السكر اللي هو 300 ده
ثلاثة أنا أسمح لك بالأكل سنة زيادة. واخد بال حضرتك؟ لو هندي انسولين ممكن ناخد حاجه رخيصه اسمها ميكس تار في رمضان ده، نبدا ب 20 قبل الفطار و10 قبل السحور الى جانب الدايماكرون. نمشي اسبوع تمام. لقينا السكر كويس لسه مش كويس نزود شويه تمام. بس انا ما اقدرش اجرؤ اديك اكتر من كده على الهواء. شكرا شكرا يا حاجه زينب، بالشفا ان شاء الله. ناخد الاستاذه ايمان من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا دكتور. كل سنه وانتم طيبين. طيبه طيبه. بقول لك ايه يا دكتور، انا عندي طولي 160 ووزني 65 وباخد دوماكرون وباخد انسولين. فانا دلوقتي من ساعه ما خدت الحقنه وانا عندي الدوالي، فزادت الدوالي، وجع الدوالي زاد عليا قوي، فهل من الحقنه ولا من ايه؟ حقنه ايه؟ الانسولين. الانسولين ساعات بيكوم الميه جوه الجسم. هل رجليك ورمت بعد ما خدت الانسولين؟ شويه. طيب وانت نايمه بس حضرتك ادام الدوال رجلين تبقي طرف رافع رجليك فوق او تلبسي شراب ضاغط. لكن ادام لابساه هو انا لبسته وكمان كنت بحقن الدوالي بس ما رجعت لي تاني. بس هي زادت بالحقنه. بس خلي بقى لا حقن اسمها حقن الانسولين، اصل الحقنه دي يعني خدت مره وخلصتي. حضرتك انت الانسولين بداتيه امتى؟ بقالي سنه. وهي الدواء اللي جت امبارح يعني قصدك القصه دي بقالها سنه بعد. بس انا كنت حقنه الدوالي، يعني انا كنت حقنه الدوالي بقالي سنتين. انا فاهمك، انت بتقفي كتير في المطبخ او اي حاجه ممكن يعني مش لازم. طبعا اللي هو اللي هو الطبيخ المواعين وبس يعني مش. بس انت عايزه تقولي اخر شهرين ثلاثه الدوالي زادت. مش انت عايزه تقولي كده؟ ايوه. لا هو الانسولين الانسولين بيزود فعلا الميه اختزان المياه في الجسم، ولكنه قد يكون يزود شويه، فاحنا نرفع رجلينا واحنا نايمين ونعمل، لكن ما اقدرش اوقفه لك الا لو كان سكرك مظبوط. لا هو ساعات وساعات، يعني هو بيبقى 180 الصايم وبيبقى فوق يعني فوق ال 200 ده وحش. ده هو وحش جاهز. وحش؟ طبعا عالي يا ستي. السكر سن انت عايزين حضرتك اظن قال 60 سنه مش كده ولا 65؟ لا انا عندي 55. 55 المفروض سكرك الصايم 110 الوزن، واللي بعد الاكل بساعتين مثلا يبقى 130 140 ده اقصى حاجه. هو عالي. عالي حضرتك، وبعدين وزنك مظبوط، ان انا سامع ان انت 160 ووزنك 65 كيلو صح؟ 65. ما اقدرش اقول لك اعملي رجيم قوي، فالانسولين مناسب ليك الحقيقه، ولكن لسه جرعاتك مش كافيه قوي يعني، يعني ممكن تزودي هنا خمسه وهنا خمسه. الف سلامه. شكرا شكرا استاذ ايمان. فاحنا بنقول حضرتك شوف الاكل بقى، المرض الوحيد اللي هو تقريبا الاكل هو الاساس. طب هو الكنترول يدخل على طول الناس عشان احنا ما نعرفش نتكلم. يا استاذ محمد. السلام عليكم. استاذ نعيم اتفضل. يعني خمس ثواني دول هنعمل فيهم ايه؟ السلام عليكم. ايوه استاذ السلام عليكم. اتفضل يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم، كل سنه وحضرتكم طيبين. طيب يا فندم. طيب اهلا بيه. استاذن استكلم الدكتور محمد. اتفضل. سامعك اتفضل يا استاذ. دكتورنا الكبير بتاع الغلابه بتاع السكر. ربنا يبارك فيك يا فندم. ازيك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم، ربنا يخليك. دكتور انا عندي سكر حضرتك، وباخد امريل 6 مللي مره واحده بالنهار، وانا وجبتي وجبه واحده بس في اليوم. طيب الاسم كنت باخد استاذ نعيم. كنت باخد. انت مسيحي يا استاذ نعيم؟ لا مسلم. بتصوم؟ بصوم. بس انت بتقول بوجبه واحده، يعني ساعتها ما بتسحرش في الايام العاديه، يعني بكلمك في الايام العاديه حضرتك. طيب بتخلينا في رمضان وبعدين اما ربنا يكرمنا نعيش انا وانت ان شاء الله نتكلم على الفطار. طيب الفطار في على طول انا حضرتك ثابت العمليه دي 6 مللي حبيتين 6 مللي في الوجبه الواحده، انا وجبتي طول اليوم وجبه واحده بس. قبل يعني بتاخد كنت باخد حضرتك سيدوفاج، بطلته لان بيعمل لي مشاكل جامده جدا 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 في المعده والاسهال وكده. وبعدين حضرتك عند حضرتك دايما عسر هضم على طول جدا، وعندي حضرتك البراز على طول مستمر على طول لين خالص غير متماسك. طيب السكر الصايم كام بتاع سيادتك؟ وغازات حضرتك على طول. السكر الصايم كام؟ صايم حضرتك اغلب في اغلب الاوقات حضرتك بعمله بقى مفطر فاطر حضرتك.
لا يعني هو بيسألك الصايم كام؟ لا ما ما عملتوش صايم، ما حللتش. لا لازم تعمل لي صايم وفطر وتتصل بيا الاسبوع الجاي عشان كله مترابط مع بعضه. السكر أيوة. لو هو فيه عدم اتزان او عدم انتظام هيعمل لنا كل المشاكل اللي عندك دي، اللي عندك اسهال أيوة. والبطنك منتفخه والعسر العظم والكلام ده كله. فحضرتك بس شوف السكر وكلمني الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام، شكرا استاذ نعيم. ناخد الاتصال اللي بعده. ابو خالد من الشرقيه، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ابو خالد انا دكتور. اتفضل سامعك، اتفضل. بالنسبه للسكر صايم معدله 70 كم؟ كويس ولا صايم 70؟ انت عندك سكر ولا ما عندكش؟ لا 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 ما فيش، بس بشوف المعدل الطبيعي يعني. انت 70 الصايم؟ وزنك قد ايه؟ يعني قول 110 يا دكتور كده ممكن. انت بتحلل فين؟ والله في عده معامل كده يعني. طيب. مره 70 ومره جربت معمل كده طلع 90. طيب يعني حضرتك بتعمله بعد الصيام كام ساعه؟ والله تقريبا كان ممكن مره ساعتين، ممكن 4 ساعات كده يعني. طيب ده ما فيش سكر ان شاء الله، الف سلام. لا انت تمام كده ابو خالد ما تقلقش. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه وفاء من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا جوزي سنه 51 سنه، مريض سكر بقاله 10 شهور. كنت كلمت حضرتك قبل كده علشان هو كان بياخد جلوكوخاز 500 صبح وليل، وكان بينزل جامد في الوزن، فدلوقتي بقى بياخده مره واحده بس في اليوم، وعمل تحليل سكر صايم كان 119 وفاطر 187. بس المشكله ان هو لما بياخد قرص السكر بقى بيحس بجوع كتير وبرده في حساسين. طيب احنا هناخد دواء رخيص، يعني مش رخيص قوي بس هو رخيص. سيبك من الجلوكوفاج ده بقى لانه ما ينفعلوش لادام هو بيخس او وزنه رفيع. هياخد حاجه اسمها هو يا دكتور. نعم، ما انا هقول لك اهو. هياخد نوفو نورم. ده حضرتك هو بياكل كام وجبه؟ وجبتين فطار وسحور صح؟ نوفو نورم 1 ملي جرام قبل الفطار ونص ملي جرام قبل السحور. نوفو نورم. نوفو نورم. وقفي بقى الجلوكوفاج ده خالص. هيتخنه، هيخليه افضل من كده ان شاء الله. طيب. والسكر اتظبط، هتظبط بسرعه على فكره. ماشي يا استاذه وفاء، شكرا. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه هدى من الشرقيه، السلام عليكم. ده الشرقيه ما شاء الله هلا. اتفضلي. السلام عليكم. الله وبركاته. اتفضلي. بص لو سمحت انا بتعالج من السكر والضغط. الف سلامه. الله يسلمك. اخر سكر عملت خبو ما كانش فيه سكر، الدكتور قال ما فيش سكر، وقف لي 15 يوم وخلاني اعمل. انا مش فاهم ولا كده. طب يا استاذه هدى ابتدي من الاول تاني كده وواحده واحده، عايزين الارقام بهدوء. عملت سكر تراكمي، انا ماشي على علاج السكر بقالي 17 سنه وانا عندي السكر. فاهم انا مش فاهم والله ما. يعني حضرتك بيقول لنا هو لو كنترول سماعها افضل منا. بقول لك يا استاذه هدى، انت بتتكلمي جنب التلفزيون؟ طب اطفي التلفزيون لاني مش سامعين والله. عشان بس نقدر نساعد. بالراحه اتكلمي بهدوء يعني، بالراحه. اتكلمي بالراحه كده. مش بسرعه. حضرتك عملت السكر التراكمي. طلع كام؟ طلع ما فيش سكر. ما فيش سكر. لا في رقم. وانا بقالي اكتر من سنه باخد علاج. الكلام انت بتقوليه ده مش هعرف انا اعالجك بيه ولا اديك اي فايده. التراكمي له رقم، تقولي لي الرقم. ما تنقلليش واحد يقول لك ما فيش وهو يكون كلامه غلط. حضرتك راجعي لي الكلام ده تاني وخلي حد يتصل بيا عشان يديني معلومات. تمام كده يا استاذه هدى، تيجي بكل التقرير. قولي. عنده مشكله في صدر الشمال. مالك؟ الم فيه. ايه؟ الم في صدر الشمال. بقاله قد ايه؟ النهارده بس. طب كويس، سن كام سنه؟ 42. الدورة بتيجي ولا قطعت؟ لا موجود. المفروض هتيجي امتى؟ لسه يعني مستخلصة منها بقالي اسبوع اهو. يعني اذن يعني هي المفروض راحت قدامها 3 اسابيع على ما تيجي. او اسبوعين. الالم ده يعني ثابت في مكان معين ولا في كل صدرك؟ لا هو ثابت في السد بس الشمال كده من عين الجلد كده من فوق، من عين السد من فوق كده. ما تخبطتيش ولا حاجه؟ لا ما انخبطتش ولا اي حاجه. اما تضغطي عليها بايدك توجعك؟
بتوجعني، ولو جيت اروح توجعني. اما تزقيها بايدك توجعك الحته دي؟ اه. طيب اما حضرتك تمسكيها هتلاقي فيه كلكعه ولا حاجه؟ لا بلاقي زي مضطان جامد بس تحت ايدي كده. ايه؟ مضط جامد تحت ايدي. ايه؟ ايه اللي بيحصل تحت ايدك؟ لما اجي ادوس الاقي فيه وجع، يعني حاجه بتنفض تحت. اه لما بتدوس بيبقى حاجه بتنفض. استنى بص اللي قدامي دلوقتي، ممكن ده في سخونيه في صدرك ولا يعني تحس ان صدرك سخن شويه جلد؟ لا ما فيش اي حاجه. او محمر شويه او محمر؟ لا طبيعي. طب انا الحقيقه اصل انا خايف لا يكون في التهاب، لكن انا ما فيش حاجه تخوف من الحاجات اللي في دماغي خالص. بس القائم حاجه من اتنين، يا في خبطه انت ناسياها، يا الام روماتيزميه. فانت ممكن تاخدي حاجه اسمها كيتوفان 50 مللي جرام حبايه كده لمده 3 ايام، خفت كنبها، ما خفتش بيكلمينا تاني. ماشي يا استاذه هدى، ولو ما لقطتيش اي اسامي من الدكتور الحلقه بتتعاد على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بالشفا ان شاء الله. ناخد استاذ سيد من الشرقيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. محمد نزل الشرقيه، اتفضل. الو. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ سيد. دكتور سامح، والله انا عندي المدام كانت عامله صوره دم وكان عند الانيميا 7. ماشي. المهم اتعالجت وكده وبتاع، فطلعت ايه بعد فتره وصلت 13. كويس. فمن حوالي يمكن 10 ايام حللنا تاني كده، يعني كان مر على النسبه الحلوه ديت ايه حوالي 7 شهور، فنزلت تاني ل 10. طيب بعد ما وصلت 13. طب حاضر، انت السؤال ليه نزلت تاني بعد ما وصلت 13 صح؟ ايوه. كانت اتعالجت بايه؟ والله اخذت اللي هو التركيبات، 4 تركيبات اللي هي محلول ومعها كان في حقن كده، والتاني اللي هو البروفينيد ده. لا يعني خدت مركبات حديد. خدت مركبات حديد. أيوة. وقفت المركبات بعد قد ايه الفتره يعني اللي خدتها ولا؟ الفتره اللي خدتها قد ايه؟ الفتره كان بين واحده والتانيه حوالي اسبوع، 4 تركيبات. لا استنى بروح عليا، ربنا يجزيك خير. هي كان الهيموجلوبين بتاعها 7. ايوه. خدت مركبات حديد لمده قد ايه؟ يعني يعتبر دي 4 في 7، يعني يعتبر شهر. وبعدين بقى 13 صح؟ ايوه وصل 13. يعني انت بعد شهر من التحليل الاولاني بقى 13؟ يعني كان 7 وبعد شهر حللته بقى 13؟ ايوه شهر وشويه بوصل 13. شهرين؟ لا شهر ونص. ولا ينفع. ايوه. في تحليل غلط في الاثنين دول. يا السبعه غلط يا ال 13 غلط. يا العلاج غلط كله. ايوه. غي خارج المنطق. لازم يراجع. ما تقوله سيادتك خارج المنطق. فحضرتك بس ابعت لي ورقتين وجهز نفسك وقوله لي كده. ماشي يا استاذ سيد، جهز نفسك بالتقارير والورق كله وارجع لنا تاني بالاتصال، والدكتور مش هيبخل عليك في اي حاجه. ده احنا لو زاد الهيموجلوبين من 7 ل 8 بعد شهر يبقى كويس. تمام. ناخد ام ايمان من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور سامعك يا ام ايمان. لو سمحت كلم الدكتور. سامعك، اتفضلي. معاك يا فندم. ايوه لو سمحت يا دكتور، الصدر على طول بيجي لي ده تنفس. طيب سن كام سنة يا فندم؟ 55 سنة. دي تنفس وانت قاعدة في السرير ولا وانت بتمشي؟ لا ده انا باجي انام بالليل يجي لي ضيق تنفس على طول. اما تنامي على مخدة واحدة وترفع المخدات عشان الضيق يروح؟ الو. لا يا دكتور. انا بيجي لي ضيق تنفس لازم اخد دواء لما اروق. انت الموضوع ده معروف عنك يعني بقاله فترة؟ بقاله كتير. يعني انت عندك ربو سعادتك؟ عندي. طيب ايه السؤال؟ ما دي بقى ربنا يشفيك، انت متعوده عليه وعارفه الدواء اللي بيريحك واللي ما بيريحكيش. ما هو دلوقتي يا دكتور قعدت كحه، فطبعا في عظميه كده جات لي كده في صدري عاليه كده في الجنب اليمين. شكه. تعبانه جدا. في شكه في الجنب اليمين. في شكه وفي عظميه كده عاليه كده في صدر عن الرئه اللي بعدها. طيب بصي هقول لحضرتك حاجه، تعملي ايه بقى؟ هتجيبي حضرتك في بلاستر عريض كده عرض ايدي، حد هيحزمك عليه من الظهر لحد قدام ويشدوا عليك جامد جدا، واخده بال حضرتك؟ وانت مطلعه النفس على الاخر عشان الكحه دي، الكحه ساعات بتكسر الضلع بس مش هتكسره يعني عندك، فبتعمل مزع في عضلات الصدر.
فاحنا ما هنكتفها بالحزام ده واحد ممرض ولا واحد ولا ممرضه تقدر تعملوها لها. هتعمل لها كنترول. هتثبت. هتثبت دي. وممكن الميه الدافيه اقرب ميه دافيه او تحت الدش ميه دافيه. بلاش اديك ادويه لان بعض الادويه هتزود لك الازمه او تزود لك يعني الربو. ممكن اديك دواء ما يجيش على هواك يعمل لك ربو واحنا على الهوا كده. الف سلامه. شكرا يا مؤمن. شكرا. طيب فضل. يبقى احنا حضرتك قلنا المرض تقريبا الاوحد اللي هو ما هو انا مش عارف الخمس ثواني دول اعمل فيهم ايه. اتفضل. لا ما لا خلاص هات المريض طبعا. لا المريض ابدا احنا جينا عشان ندي مريض بس هو المخرج مش عارف يحطهم له ورا بعض يعني ناخد سيريس. لا ما هو بيتصل ورا بعض يعني. ما هو المفروض اعملهم سيريس يعني سيريس. لا هو لسه متصل حالا دلوقتي. طيب ماشي خلاص ماشي. ناخد الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. معلش اكلم الدكتور. الله يخليك. اتفضل الدكتور سامعك يا استاذ عبد الله. محمد معلش بعد اذن حضرتك. انا ابني عنده سكر. هو دلوقتي عنده 17 سنة وعنده سكر بقاله 8 سنين. التراكمي بتاعه بيطلع من 10 ل 10 ونص ل 11 ل 11 ونص. وبياخد هيمولوج حضرتك في قبل الفطار وقبل الغداء. بياخد هيمولوج 7 وحدات قبل الفطار و8 وحدات قبل الغداء و3 وحدات بالليل قبل ما ينام. 18 في اليوم. وبياخد تريسيبا حضرتك 18 وحده بالليل قبل ما ينام برضه. يبقى 36 باقي. وهو طوله حضرتك 164 سنتي ووزنه 62 كيلو. طيب فالتراكمي دايما يا دكتور محمد يعني اظبط التراكمي ازاي حضرتك؟ طيب هو ده الصايم بيطلع كام والفاطر والكلام ده؟ الصايم في معظم الاحوال بيطلع تقريبا من 90 لحد 115 120 الصحيح. لا بص السكر خلاص الفطر كام؟ طيب اتفضل. الفطر حضرتك برضو ما بيزيدش عن 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 لحد مثلا 160 165. فالتراكمي هو اللي قلقنا جدا يا دكتور محمد. انت شغال ايه؟ شغال ايه؟ نعم انت شغال ايه؟ انا شغال محاسب يا دكتور. طب بص عفوا يا دكتور محمد معلش في حد كان يعني كنت وديته للدكتور فقال لي هنديله فورسيجا. الفورسيجا ده بيقول لي يعني بحيث ان هو السكر زياده يخرجه عن طريق البول ويقلل التراكمي. فعايز يعني النص يعني عفوا لا 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 انا مش موافق خالص. تمام. واحد الفورسيجا بنديه هو والمجموعه بتاعته دي للناس التخان. نمره 2 في النوع الاول من السكر بنخاف منه شويه ولا سمى ابنك يدوبك وزنه يدوبك. هو 164 ووزنه 62 يعني المفروض يبقى 67 كمان عشان وشه يبقى حلو كده وملزلز وجميل وواد شاب عنده 17 سنه. تمام. واخد بالك؟ نرجع بقى نقول ايه التراكمي وغير التراكمي. التراكمي ده بيعكس معدلات سكر لمده 3 شهور المتوسط. طب ابنك متوسطه بيطلع طبيعي ازاي يطلع 10؟ 10 ده عالي جدا. صح. واخد بالك؟ لان الطبيعي 5.5 6. فمعنى ذلك ان احنا في مواضع اثناء اليوم السكر بيبقى عالي. بس سيادتك ما بتاخدش بالك منها. فانت هتعمل 7 عينات. واخد بال حضرتك؟ مش هتعملهم كل يوم طبعا. تمام. قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء، بعد الفطار بساعتين، بعد الغداء بساعتين، بعد العشاء بساعتين، ومره على الفجر. دول 7. تمام. اختار كل يوم حاجتين مرتين على 7 ايام او 15 يوم يبقى عدتهم لي كذا مره وتقولهم لي كده مره تبقى سريع ان شاء الله. تمام. شكرا. شكرا استاذ عبد الله. شكرا جزيلا. بناخد اخر اتصال. استاذ عربي من الدقهليه. احنا برضه طلعنا شرقا اكتر ماشي عشان يبقى في فرصه للكلمتين. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ عربي. اخر اتصال. لازم تقفل التلفزيون عشان نسمعك. بقى لنا دكتور رجلي الشمال بتوجعني. ده بيقفل التلفزيون بقى له شهرين رجله الشمال بتوجعه. بس اقفل التلفزيون طيب عشان نسمعك. ده انت اخر اتصال. ماشي يا دكتور. اتفضل. اتفضل. الو. ايوه سامعينك الدكتور. سامعك. ايوه يا دكتور. بقالي رجلي الشمال بيوجعني وبروح للدكتور بديني مسكنات. مش سامع ولا بقاله اخر رجله الشمال بقالها شهرين بتوجعه. الو. في اي حته بقى رجلك الشمال؟ في اي حته؟ المشط. رجلي يعني رجلك من فوق لتحت؟ لا بزي الشمال. بزي الشمال. يا محمد يا مخرج قول لنا انت تليك سامع؟ انت في الكنترول احسن منا. انت قصدك العظمه اللي في الرجل من تحت بز الرجل؟ بز شمال صدري. الايه؟ بز شمال صدر حضرتك؟
ايوه ايوه الصدر زي هنا كده. هي الصدر من فوق كده بوجعنا ماشي. طيب بيوجع سيادتك بيج مع المشي ولا وانت نايم في السرير؟ لا مع الشغل كده وانا بني جماعه حاسين اني باخد النهجه من صدري كده. يعني انت ما بتحرك ايدك كده صدرك يوجعك؟ ايوه يوجعني زي حرقان كده بسيط. ولا لما تطلع سلم يحرق يوجعك؟ اما اطلع سلم يوجعني ومحرك كتفي صدري يوجعني. طب اما تاخد نفس عميق كده يوجعك؟ بحس بصدري مكسور. رد عليا. ما تاخد نفس عميق يوجعك؟ ايوه ايوه. طيب ده 99% دي الام روماتيزميه في القفص الصدري او مزع في احد عضلات الصدر القفص الصدري. علاجها هيبقى ان شاء الله حاجات بسيطه خالص، ان انت بس حضرتك ما تحاولش تشغل ايديك اللي فوق كتير، ومحاول انك انت تريح صدرك. ام لكن لو كنت بتطلع السلم ومثابت نفسك كده والالم يوجعك نخاف لا يكون حاجات تانية. ممكن تاخد دواء مثلا حضرتك زي مثلا بروفينيد 200 مللي جرام حبايه بعد الفطار وحبايه بعد السحور لمده 3 4 ايام هتبقى بومب ان شاء الله. استاذ عربي كل سنه وانت طيب. دكتور محمد انت خلصنا؟ انت عارف انا هقول ايه؟ اقول اخر حاجه بتاعتك الجميله. طيب يعني احنا عايزين بقى احنا في رمضان كل عام والناس كلها بخير، ان احنا حضرتك نهتم بالخضروات ونبتعد عن النشويات بقدر الامكان. عندهم سكر ما عندهمش على فكره للجميع. وان احنا اللي بيحدد وجباتنا وزننا وليس امراضنا، لان الامراض ساعات تحدد نوعيات الطعام مش كميات الطعام، اما الكميات هو الوزن صح. النوعيات هو المرض، ونعوذ بالله مريض الكلى ما ناكلوش لحمه كتير، ممكن نقلل له مثلا حاجات معينه. مريض الضغط نقلل له الملح والدهون. مريض السكر نقول له قلل النشويات والدهون شويه، لكن ممكن ياكل لحوم كويسه قوي. مريض الكبد نقلل له برضه البروتينز في بعض الاوضاع الى في بعض الحالات، لكن ممكن نقلل له لحوم اكتر في مراحل اخرى. فاذا الوجبه كما يحددها الوزن، نوعا يحددها نوع المرض. الاكل بيلعب دور كبير. هو الانسان اللي عمال ياكل ليل ونهار. صح. طب نختم ان شاء الله. كل عام وانت طيب. ماشي. أعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسولت وتيلي ميديسين. كل عام وأنتم بخير، وفي انتظاركم في الحلقة القادمة. والشكر والتقدير للسيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس. رمضان 2020 إن شاء الله يكون أحلى رمضان عليكم كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.